مرحبا واهلا وسهلا فيكم على اليوتيوب شانل طعولي. من فتره قصيره سالت على الانستغرام ستوري اذا حدا بيحب يشوف ميك اب توتوريال بالعربي واجاني رده فعل كثير عاليه. سو اليوم انا عملت هيدي اللوك والتوتوريال كله بالعربي. اكيد هلا انا عربيتي كثير منيحه بس في عندي كم كلمه ما بعرف الفظهم بالعربي, سو حاستعمل الانجليش ووردز اللي انا بعرفهم وانتم اكيد حتفهمون علي. سو اذا حابين تشوفوا كيف انا عملت هيدي اللوك بليز كيپ واتشينج. So, لبلش حاستعمل اول شيء المويسترايزر, هيدا البينيجما مويسترايزر اول ان وان. كثير عم بحب استعمل هيدا المويسترايزر الصبح وعشيه وخاصه قبل الميك اب, بيترك البشره هيك كثير رطبه وطريه. حرطب شفافي كمان, حاستعمل النيوتري ريتش اويل من نيوتريماتكس, هذا ابريكوت اويل. حاخذ شوي من البرايمر تاع هدى بيوتي, بعدني عم بستعمل السامبل. ححط هالقد, حوزعها على وجهي كله. انا حضرت كتير ريفيوز على الفاونديشن والبرايمر تبع الهدى بيوتي وكتير عالم قالوا انه الريحه تبعت البرايمر كتير مزعجه, انه فيها كتير ريحه الورد قويه وهيك. انا ما لقيت هالشي ابدا, انه كتير حلو ريحتها وريحه ورد ايه, بس منها الريحه اللي كتير كتير قويه بتكون مزعجه. فانا كتير كتير حبيت الريحه. هلا حاستعمل الماك ستروبينج كريم على المطارح اللي بتحطي الهايلايت بالعاده, سو ححطه على الهاي بوينت, يعني على الخد من هون وعلى منخاري وعلى دقني وصنديقتي. ححط بس هالقد شوي. حاستعمل البيوتي بلندر كرمال وزان. الفاونديشن اللي حاستعمله اليوم هو الهدى بيوتي فاونديشن, هيدا باللون شاي 210 بي. هحط 1 pump على ايدي وحوزع على الفونديشن على وجهي. حابه اجرب هيدي المره بالبيوتي بلندر لشوف كيف حتكون الفينش. حوالي حواج بحق استعمل هيدي البروش من الف, هيدي كونسيلر بافر بروش. كفكرة اولى الفينش كتير حلو. هلا اكيد انا بعد ما حطيت لا كونسيلر ولا كونتورينج ولا باودر ولا شيء, so far حاسة الفينش كتير حلو وناتشورال مبين, ما مبين كتير اوفر. يعني حتى انه انا بالمراية هلا عم شوفه على الكاميرا مبين انه فول كفرج كتير, بس بالطبيعة على المراية حاسته كتير مبين ناتشورال, يعني كأنه ما حاطة فونديشن. هلا لنحط بقية البرودكتس بنشوف كيف بيتغير. For contouring حاستعمل الايكونيك لندن كونتور باليت وحاخد اللون النصاني. حاستعمل الزويفا فيس شيب بروش, هيدي رقم 110. حاحطه للكونتور من راس دينتي نزول. كمان ححط على صنديحتي شوي على منخاري. حاسه الكاميرا كتير بعيدة. اوكي I think that's better. من تحت هون كرمال انا عندي هون نازلة بمنخاري ما بحبها, سو على طول بس لأعمل كونتورينج بغطيها. هحط شوي تحت شفتي وشوي على الجو لاين, مش كتير شوي بس بتعطي هيك شادو. شفتوا الفرق؟ هستعمل ماي سوليد هاند شانيل كرمال البرونزر وبنفس الوقت كرمال اعمل بلاندينج للكونتور. اخذ هيدي البروش من تولز اوف كليوباترا, هيدي فيك تستعمليها للفونديشن, فيك تستعمليها لاني ويت برودكت, حتى فيك تستعمليها لدراي برودكت, بس انا كثير بحب استعملها تو بلند اوت ماي برونزر.
هرجع اخذ البيوتي بلندر واعمل بلندنج محل الميل اللي فيها الفونديشن للكونتور على المنخار اول شيء، وبرجع على بقية المحلات اللي انا عملت برونزينج بس كرمال يكون كل شيء مبين فلولس وبلندد. الكونسيلر حاستعملها اليوم هي الميبلين ايت ريوايند. هيدي الكونسيلر كتير كتير بحبها انا، بتعطي فينش كتير ناتشرال وما بتعمل كريسينج، يعني ما بتطعوش تحت العيون، وكمان لان انتي ايجينج كتير خفيفة على البشرة. سو حط منها تحت عيوني وحاطلع شوي هون على ميلة المنخار كرمال نظف البرونز والكونتور. حاحط شوي بنص صنديحتي وخط كتير رفيع على منخاري وحوقفه هون كرمال انا منخاري اوريدي نازل من هون، سو ما بديش النزل تبين اطول، هيك بوقفه للخط هون ببين منخاري اقصر. نقطة صغيرة على الدقن وتحت الكونتور هون. بالبيوتي بلندر حعمل بلندنج، حبلش اول شيء هون. هلا لتحت العيون حعمل بلندنج بس من هون كرمال الكونسيلر، بس اقرب على العين حاستعمل برش هون الشناب. هلا حاخذ السيجما 3D HD Precision Brush، هيدي اللي بتجي مروسه من هون بيرفكت كرمال تحت العين الكونسيلر. سو شفتوا كيف البوينت اللي على البرش اللي الميل اللي مروسة على البرش بتفوت تحت العين تحت الرموش كتير كتير منيح وبتعمل بلندنج كتير حلو. هحط الليكويد جلو من أناستاسيا بيفلي هيلز، هيدي بالشيد بيرلا على خدودي هيك نقطة صغيرة. With my finger هحط البرودكت هيك على راس خدي. بالبيوتي بلندر هعمله بلندنج شوي. هستعمل ال A22 brush من أناستاسيا بيفلي هيلز، وهاخد شوية RCMA powder، هيدي النو كولر powder هيك شوية صغيرة ما كتير، وهحط الباودر تحت العين بالضبط. هلا لأنه أنا بشرتي بالتي زون يعني بهيدي المنطقة هون هيك وهيك مزيتي شوي، هحط باودر بنص صنديحتي. بهذا البيس صار ريدي، اكيد بعد في البلاش والهايلايت والباودر البرونزر. سو حارجع اخذ ال 3D HD Precision Brush من سيجما واعمل بلندنج على الكونسيلر اللي حطيناه على العين قبل. ماي باودر على ال A22 Brush من أناستاسيا وبس اعمل ست للكونسيلر هيك الاي شادو بلندز نايسلي. اليوم حاستعمل الأناستاسيا بيفلي هيلز بريزن باليت، صرت مستعملتها كذا مرة وكتير كتير بحب الفورمولا والألوان والكواليتي كتير حلوة. سو اليوم حاستعمل هيدي الباليت. حاخد الأناستاسيا A10 براش وحاستعمل الشيد ايدن ولور. ايدن هو هيدا ولور هو هيدا. هحط الشيد هدول بالكريس. هلا هاخد ال 24 hour color tattoo eye studio eye base. It's a black، هذا من Maybelline. استعمل البراش 233 cream shader، هذا من زويبا. هلا انا هحط ال black base هون وعلي شوي. هلا هاخد ال 225 luxe eye blender brush، هذا من زويبا، وهعمل blending. هلا حاخد السيجما لارج شيد براش ال E40، بتجي فلات شوي هيك فلافي. اخذ اللون ثورن من الباليت وححطه على البلاك بيز. حاخد هيدي ال E25 براش، اتس ا بلندنج براش من سيجما، وحاعمل بلندنج اكتر بدون ما احط شيء على البرش. حارجع اخذ السيجما جيل لاينر، هيدي الكولر ويكيد. This time حاستعمل ال 223 بتيت اي بلندر برش من زويبا.
شو هعمل؟ هحطهم على الواتر لاين وفوتهم بين الرموشه. هارجع اخذ الاول اوفر بلند من سيجما الاي 37 واعمل لهم بلندنج بهذا الشكل. هارجع استعمل الاي 25 بلندنج برش من سيجما وهاخذ الكالر ثون، هحط الاي شادو على البلاك اللي حطينا من تحت. هلا هاخذ الزويفا 226 سمجر برش وهاستعمل الكالر سفير هو هذا اليلو بس شوي صغير مش كتير، وححطهم بالانر كورنر بهذا الشكل as a base للكالر الثاني اللي بدي استعمله. هلا هاخذ الشيد بيراميد اللي هو هذا الجولد على نفس البرش، هارجع اخذ ال 228 لوكس كريس برش من زويفا واعمل شويه بلندنج كمان يكون كله نايس اند بلندد. الماسكارا حاستعمل ماي سيجما هاي كاليبر لاش ماسكارا. واللاشز اللي حاستعملهم هني from a brand called Talia Jade وهدول my favorite lashes، كتير عم بستعملهم على الانستغرام وبالفيديوهات كتير طالعتي. فهيدا الروديا ستايل it's a mink lash. هلا حاخد ال Urban Decay Heavy Metals هيدا بالشيد Midnight Cowboy وححط شوي هيك على نص الليد على الجرين بس ليعطي شوية هيك اللمعة، هيك الجليتر ببين موزع أكتر. حكمان حط شوي من تحت اللاشز كمان على الانر كورنر شوي. هلا تنخلص الفيس حاخد ماي لارج انجلد كونتور برش هيدي الاف 70 من سيجما، هيدي من النايت لايف باي كاميلا كولكشن، كتير كتير بحبها للبرش هيدي، كتير بتعمل بلندنج للكونتور بشكل حلو. هاستعمل ماي كونتور كيت من اناستاسيا بيفلي هيلز هيدي اللايت تو ميديوم، هاخد الشيد النصاني مع الشيد الاخراني. هبلش من فوق مثل ما بلشت بالكريم وبلند ات داون. برونزر اللي حاستعملها هي البنفيت هولا برونزر وحاستعمل ماي 126 تشيك فينيش برش من زويفا. كمان الهايلايت اليوم حاستعمل السيجما كروما جلو باليت وحاخد هيدا الشيد هون اللي اسمه بيسفول، هحطه على البرابون. هاستعمل ماي A23 اناستاسيا برش وحاخد نفس الشيد بيسفول. حطه على راس الخد. كرمال البلاش هاستعمل ماي انجلت انجل برش، هاخد الشيد لاش ام بدازل. For my lips اليوم حاستعمل الاسانس ليب لاينر هيدا بالشيد in the nude number 11. والليبستيك اللي حاستعمل اليوم هي من سيجما and this is the shade barely blooming ولونه هيك فاتح كتير حلو. هاخد كمان معي الليكويد ليبستيك هيدا from black diamond lipstick و the shade is amazing grace. هحط شوي على ال edges مشان بس هيك يعطي contouring effect. فنأكد انه اللوك حتضيننا طول النهار هاستعمل ال انجلت ميك اب فيكسر سبراي.
وهيدي الفينيشت لوك. ان شاء الله تكون عجبتكم، واذا حبيتوها بليز عملوا لي ثمز اب واتركوا لي افكاركم بالكومنتس بوكس داون بيلو. واذا انتم جداد على الشانل تعالوا اعملوا سبسكرايب لانه انا بنزل فيديوهات دائما، واذا حبيتوا فكره التوتوريال بالعربي بصير بعملهم دائما بالعربي. سو ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الثاني. باي.